السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. القطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يجتمع مساء اليوم لحسم موقفه النهائي من الحوار المرتقب. ائتلاف أحزاب الأغلبية يدعو إلى حوار سياسي دون أي خطوط حمراء ويطالب المعارضة بتغليب المصلحة العامة. حركة 25 فبراير الشبابية تحيي الذكرى 14 لتأسيسها وتنتقد الأوضاع العامة في موريتانيا. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. قالت مصادر من داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إن اللجنة المكلفة بصياغة ممهدات المنتدى للدخول في الحوار السياسي ستجتمع مساء اليوم لتدارس الصيغة النهائية لممهدات الحوار. وحسب المصادر ذاتها فإن القطب السياسي بالمنتدى سيعقد اجتماعا بعد انتهاء اجتماع اللجنة لحسم موقفه النهائي من الحوار السياسي المرتقب. قالت مصادر إخبارية إن اللجنة الدائمة لحزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يتولى الرئاسة الدورية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أكدت تمسكها بالشروط التي تقدمت بها من أجل الدخول في حوار سياسي مع النظام. ووفق المصادر ذاتها فإن اللجنة الدائمة للحزب فوضت للرئيس أحمد ولداده التشاور مع المنتدى بشأن شروط التكتل، وإن نتائج التشاور هي التي ستحدد الموقف النهائي من الحوار. دعا ائتلاف أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز في بيان صادر عنه إلى حوار وطني شامل بدون أي خطوط حمراء. وطالب ائتلاف أحزاب الأغلبية في البيان الذي أصدره أحزاب المعارضة إلى تقديم المصالح العليا للوطن على المصالح الخاصة وتجاوز ما وصفها الخلافات الآنية الهامشية، داعيا إياه إلى الانخراط في الحوار السياسي. جاء بيان ائتلاف أحزاب الأغلبية بعد لقاء جرى يوم أمس بالقصر الرئاسي بين الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز وأعضاء الفريق البرلماني لأحزاب الأغلبية. تظاهر ناشطون من حركة 25 فبراير صباح اليوم في ملتقى طرق مدريد وسط العاصمة نواكشوط، وذلك في الذكرى 14 لتأسيس الحركة عام 2011. وحمل المتظاهرون شعارات تطالب بالحرية والعدالة والعيش الكريم، وأخرى تؤكد استمرار الحركة في خطها النضالي، كما حضر العلم الوطني ضمن الشعارات التي حملها المتظاهرون. نشاط اليوم من منظمة حركة 25 فبراير كتخليد لذكرى 25 فبراير اللي تحرر فيه الشباب الموريتاني من قيد القبلية ومن قيد الجهوية ومن ذيك القيود والمطامح الشخصية، خاض من أجل موريتاني وموريتاني فقط، ضحى بياسم النمور، تعرض للقمع، تعرض لياسم من الروايات، لكنه مازال مواصل من أجل موريتاني، من أجل بناء دولة العدل والمساواة، من أجل بناء دولة مدنية يجبر فيها المواطن حقه. وظاهرنا عن الحكم العسكري هو العقبة الأساسية الأولى في وقوفها ضد تجسيد دولة العدالة والمساواة. خضنا 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 مواصلين حتى إن شاء الله نحقق دولة العدل والمساواة. نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين وقفة احتجاجية أمام مباني التلفزيون الموريتاني، وذلك ضمن سلسلة احتجاجات تنظمها النقابة احتجاجا على حرمان عمال مؤسسات الإعلام الرسمي من زيادة الرواتب منذ 10 سنوات. وحمل المحتجون شعارات تطالب بتسوية وتصحيح وضعية المتعاونين مع مؤسسات الإعلام الرسمي، واصفين استثناء عمال هذه المؤسسات من زيادة الرواتب بأنه قرار جائر. الزيادات اللي تخلق من ليل وعشر سنوات من 2005 إلى حد الساعة تتوالى الزيادات كل سنة قررها الدولة وهم محرومين منها على أساس أنهم ما هم مشمولين بها، وندارت المسؤولية هون مباشرة على مجالس الإدارة، ومجالس الإدارة خلال هاي السنوات العشرة ما تحركت أياكاش أياك تكمل هذا النقص، وبالتالي بقاوه الإعلام العمومي مهمشين طيلة السنوات العشرة وهم محرومين من الزيادات. يتواصل إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنين في الزويرات منذ 4 أسابيع دون أن تستجيب الشركة لمطالب العمال المضربين.
فريق قناة المرابطين زار العمال المضربين وأعد التقرير التالي. تصل قناة المرابطون كأول قناة تلفزيونية وطنية وحتى دولية إلى هذا الميدان، ميدان التحرير كما يسميه العمال هنا في مدينة الزويرات، حيث يعتصمون في إطار إضرابهم العمالي الذي يستمر ليومه 25. مع ساعات الصباح الأولى يخرج عمال سنيم المضربون في مدينة الزويرات صفوفا منتظمين إلى ميدان التحرير في قلب المدينة العمالية. الهتافات والشعارات الحماسية تزلزل هدوء المدينة. كنا ذو الأيام نلاحظوا للأيام الأخيرة أن العمال اللي كانت ذم طالعة أتلامنا ذاك ينضموا واحدين من أهل الساحة. نفهم ذوك الخطوات اللي دائما ذم مسائل نتصلوا لممثلين الدولة هم الإداريين هم كيف قضية التجار اللي هي تمرق للناس، قضية يا للأسف العمال اليوم نحكم عنهم الدواء، قضية المخزن اللي أصلا إنه يقبضوا منه المواد القلائية نحكمهم اللي عن العمال. مختلف الأقسام الحيوية التابعة للشركة تمضي جموعا إلى مكان التجمع باستعراض جماعي ينم عن مستوى تماسك الصف الداخلي للإضراب. زغاريد النساء وتصفيقات الأطفال تستقبل جموع المضربين، فالجميع متحد هنا في سبيل إنجاح إضراب الآباء والإخوة. ماني راجي من عند الله نلحق من متن الرذالة، نمشي طالعينا لله قاطع في ظهور الرجالة. إذ الناس طلعت تتلندذ الأيام بلا مودة وبلا دين ولا هم مدة، غرقوا في بحور الرذالة واشبه عندي من قبل غدل الميدان يجوه عجالة. عن حقك وقبول السبيل وافرض بنيابك تهيابك يا العامل وانعتل الجليل، فصلك من حر اللي صابك هذا اللي متواسيه دليل عن فرع السنين هذا. ولا تقول يا عامل تفشيل ترابك للي مهابك واللي جاك يدور تزلزل ترابك بالك لترابك. إلقاءات شعرية تلهب حماس الحضور وتشد من عزائمهم في أسبوعهم الثالث من إضرابهم المستمر تحت عصائب الطير التي ترقب المضربين عن كثب. قمنا بجميع الإعدادات اللازمة لتفادي هذا الإضراب، لكننا للأسف نتعامل مع أشخاص غير مسؤولين لا يحبون أن يسمعوا شيئا ولا أن يروه. قمنا بمراسلات إدارية ووقفات احتجاجية، كل هذا لتفادي هذا الإضراب، لهذا قررنا جميعا الذهاب إلى الإضراب. وتعيش مدينة الزويرات على وقع الإضراب الذي يشل مختلف جوانب الحياة حسب مراقبين، في ظل غياب أي تجاوب يذكر من إدارة شركة سنيم خصم المضربين. لقناة المرابطون محمد اسم الخالد، زويرات، ولاية الزمور، من الشمال الموريتاني. قالت مفوضة حقوق الإنسان في موريتانيا عائشة بنت محايحم إن المفوضية تسعى إلى خلق مقاربة تشاركية مع مختلف المعنيين بحقوق الإنسان في البلد. وأضافت بنت محايحم في ملتقى نظيم بنواكشوط حول تقاسم الخطة الإعلامية للمفوضية إنها ستعرض على المعنيين استراتيجية المفوضية في هذا المجال وستأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار. فإن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني بادرت بإعداد خطة استراتيجية للإعلام قصد تحديد نشاطاتها وفق أهداف واضحة ومبرمجة ملائمة للوقت والوسائل. أخذت بعين الاعتبار إشراك كل القطاعات الوزارية والفاعلين الآخرين المعنيين من هيئات مستقلة ومنظمات المجتمع المدني. ويجدر التنويه هنا إلى أن نشاطات خطة المذكورة سواء على صعيد الداخل والخارج ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: أولاً توجيه والتوعية والتحسيس من خلال الإعلام الموضوعي، ثانياً تهذيب والتكوين والتدريب بالوسائل المنهجية المناسبة، ثالثاً دعم القدرات المهنية والخبرات النوعية عبر برامج متخصص مختصة. إن مقاربة التشارك التي نسعى لانتهاجها وتجسيدها بالفعل هي التي قادتنا لتنظيم هذه الورشة.
يحتج مناضل مبادرة بعهد الحركة الانعتاقية إيرا أمام قصر العدل بن مكشوط من حين لآخر، مطالبين بالإفراج عن زملائهم المعتقلين والمحكوم عليهم بالسجن سنوات. وتؤازر المحتجين في احتجاجاتهم ومطالبهم التي يرفعون بعض المنظمات والجمعيات الناشطة في المجال الجمعوي والحقوقي في موريتانيا. المزيد في التقرير التالي. الاحتجاج المتكرر أمام قصر العدل بن واكشوط أضحى ديدن ناشطي مبادرة بعهد الحركة الانعتاقية إيراه الباحثين عما يصفونه إنصافا يتم من خلاله الإفراج عن معتقليهم الذين تمت محاكمة بعضهم قبل أيام. جديد احتجاج إيرا هذه المرة جاء على خلفية دخول رئيسها ونائبه ورئيس منظمة كوتل في إضراب مفتوح عن الطعام كردة فعل على ما سموها الظروف غير القانونية التي يوجدون فيها. النشطاء الحقوقيون حملوا السلطات الموريتانية المسؤولية عما قد يتعرض له قادتهم المضربون عن الطعام داعين إلى استيفائهم كامل حقوقهم. حقوقيون من منظمات أخرى أضحوا يشاركون في احتجاجات إيرا تعبيرا عن وقوفهم وتضامنهم مع المحتجين وتنديدا بما يعتبرونها إجراءات غير قانونية بعد محاكمة يصفونها بالسياسية. لكن احتجاجات مناضلي إيرا يقول البعض قد لا تجدي كبير نفع ما دام قادة الحركة قد خضعوا لمحاكمة طالما طالبوا بها وإن احتجوا على ما قضت به واعتبروه غير عادل، ليظل الاحتجاج مجرد تعبير عن وجهة نظر لا تؤثر في الأحكام وقد لا ترغم الجهات المعنية على فعل ما لا تريد فعله. فهل تذهب أصوات هؤلاء أدراج الرياح؟ ترأس الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز اجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى لسلطة منطقة وادي بالحرة. الاجتماع تم خلاله عرض حصيلة إنجازات المنطقة والمشاريع الهيكلية المنتظر القيام بها ومدى انعكاسها على الحياة الاقتصادية في موريتانيا. نتابع. داخل القصر الرمادي في العاصمة نواكشوط يلتقي الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز برئيس المنطقة الحرة في نواذيبو رفقة وزراء الاقتصاد والإسكان والمالية، لقاء يأتي لتقييم أداء المنطقة الحرة التي تقول المعارضة إنها لم تنعكس على نواذيبو المدينة والسكان بأية نتائج إيجابية. أريد للمنطقة الحرة أن تكون قطبا اقتصاديا يأوي إليه المستثمرون الأجانب ويقيمون فيه المشاريع التي سخرت الدولة الموريتانية لها مقدرات مالية وإغراءات اقتصادية لم تسل لعاب المستثمرين كما تجمع على ذلك المعارضة. تعاقب رئيسان على المنطقة الحرة فعاد الحديث عن نتائج والقفزة الاقتصادية الموعودة وسط تفاؤل رئيس المنطقة الحرة محمد ول الداف بشأن المشاريع القادمة بتمويل البنك الدولي والشركاء. فهل تسير المنطقة نحو ما أريد لها من قبل السلطات الموريتانية أم أنها ستظل حبيسة إكراهات المستثمرين الذين لما يتوافدوا بعد بالأعداد المتوقعة على العاصمة الاقتصادية ومنطقتها الحرة؟ القطب الاقتصادي الباحث عن استثمارات تجعل نواذيبو رقما اقتصاديا في المنطقة ودول الجوار. افتتحت المنظمة الجهوية لمكافحة المنشطات على مستوى المنطقة واحد أفريقيا افتتحت دورة تكوينية لصالح وكلاء رقابة المنشطات لدى الرياضيين. وتهدف الدورة التي تنظم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية بموريتانيا تهدف إلى التعريف بالتأثير السلبي لتعاطي المنشطات على ممارسة الرياضة بشكل نزيه وسليم. إن هذا التكوين الذي سيستفيد منه وكلاء مكافحة المنشطات يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لنا من أجل ممارسة رياضة نزيهة وسليمة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها.
القطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يجتمع مساء اليوم لحسم موقفه النهائي من الحوار السياسي المرتقب. ائتلاف أحزاب الأغلبية يدعو إلى حوار سياسي دون أي خطوط حمراء ويطالب المعارضة بتغليب المصلحة العامة. حركة 25 فبراير الشبابية تحيي ذكرى 4 على تأسيسها وتنتقد الأوضاع العامة في موريتانيا. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات ومواجز القناة على صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. بعد قليل تتابعنا حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المشهد، تناقش لقاء الرئيس بنواب الأغلبية يوم أمس وموقف ائتلاف أحزاب الأغلبية من الحوار السياسي المرتقب. دمتم في أمان الله.